نروح لنادي الاسماعيلي واللي بيخوض بقياده كابتن ايهاب جلال ان شاء الله النهارده مباراه وديه مع اهلي بنغازي الليبي بملعب بنينا الدولي في اطار احتفال الدراويش بمرور 100 سنه دراويش، 100 سنه كوره حلوه، 100 سنه تاريخ كبير، 100 سنه لون اصفر بيزين ملاعب الكره المصريه، 100 سنه امتعونا ويعني جابوا لنا لعيبه كلها مميزه، 100 سنه من النجاح كل سنه وكل محبي ومشجعي الكره الاسماعيليه بخير كل سنه وانتم دايما يعني في تقدم. وطبعا نادي الاسماعيلي واحد من الانديه الكبيره الجماهيريه اللي متعت الكره المصريه وافرزت لها نجوم كبار جدا على مستوى التاريخ الكبير، بدايه بقى وانت جاي من كابتن علي ابو جريشه الى اخر عنقود جديد في تشكيله هذا الفريق. فريق طبعا حكايته حلوه وحالته حلوه وناسه مميزين، ويعني لما النهارده بنشوفه بنحتفل بيه لازم كلنا نحتفي بيه لانه بيمثل احد اعمده الكره المصريه الجماهيريه. طبعا قرر نادي الاهلي بنغازي الليبي تكريم طبعا ونيس خير الدولي لاعب السابق نجم فريق في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، فالراجل بقى عمل اقامه مباراه اعتزاله ليه امام الاسماعيلي، واتفق طبعا مع اداره نادي الاسماعيلي برئاسه المهندس نصر ابو الحسن ان هم يعملوا وضع خطه لاحتفال بمرور 100 عام على انشاء القلعه الصفراء التي تتضمن العديد من المحاور سواء على صعيد التعريف بالنادي ومروره واساطيره، واقامه احتفاليه كبرى ان شاء الله بالسد الاسماعيليه، وضمت كمان الاقامه القائمه الاسماعيليه لمواجهه اهلي بنغازي، طبعا تشكيل طبعا للقوام الرئيسي للفريق، لكن القائمه كلها بقى احمد عادل عبد المنعم وكمال سيد على مستوى حراسه المرمى، في الدفاع محمد نصر ومحمد عمار وحمد النقاز وعصام صبحي وحاتم سكر وعبد الله حسني وعبد الكريم مصطفى محمد دسوقي، طبعا دول كلهم في منطقه خط الدفاع. خط الوسط محمد بيومي وهشام محمد ومخلوف ومحمد عبد السميع واحمد الشيخ، اما في الهجوم عبد الرحمن مجدي وبشار اشرف وحسن صابر وايريك تراوري وخالد النبرسي ومروان حمدي، دي قوام الاساسي، فمقبلين على مباراه ان شاء الله تكون كبيره ل طبعا جماهير الكره الاسماعيلاويه. نتمنى ان نرى مباراه جميله، ونتمنى ان احنا نشوف احتفال راقي جدا للكره الاسماعيلاويه اللي احنا بنحبها واللي متعت كل جماهير الكره المصريه بكرتها الحلوه.